يحاولون عبثا تغليف خيامهم المتهالكة بالنايلون والبلاستيك، وهنا يضعون الدلاء لجمع الأمطار المتدفقة. أما هذا النازح فيحاول تثبيت خيمته التي حركتها الرياح بما تيسر لديه من خشب. خيامهم ممزقة وأفرشتهم مبللة وسط برك من الوحل، أجواء ماطرة وبرودة قارصة فاقمت معاناة السكان النازحين في غزة. لا نعرف ننام ولا نعرف نتبقى ولا إشي، ملابسنا تبهدلت من المية، أحراماتنا كلها مية، تمام. احنا بنعاني معاناة شديدة، مناش مأوى ولا عارفين وين نروح، نشدنا الدنيا كلها، تعالي عم نصبولنا خيمة، كنا حال في الوضع اللي احنا بنعيش فيه. وعقب الوصول لاتفاق هدنة إنسانية مؤقتة، تتعالى أصوات النازحين وسط نداءات استغاثة مع دخول فصل الشتاء، في ظل عدم وجود أي أدوات تساعد في التدفئة أو الاحتماء من الأمطار الغزيرة، آملين بتدفق المساعدات الإنسانية التي قد تمدهم بمقومات الحياة الأساسية كالتزود بكميات وافية من الوقود ومستلزمات المنزل الأخرى كغاز الطهي والأغذية المعلبة. بنناشد كل أهل الخير وكل العالم إنه يطلع علينا، يشوف حالتنا، يشوفنا كيف عايشين، يجي يحس المعاناة اللي أنا قاعد بعانيها. أنا المطر والبرد دبحني، مش قادر أعمل حاجة،